بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تم إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص الهجرة الغير شرعية، سبع سوادين، سبع أخوة من السودان، و21 من الصومال، وتم القبض عليهم من قبل قوات درع ليبيا أي الثوار من تجمع كتيب الثوار ومن أخوتنا في نقطة 3-3، فتم القبض عليهم وجاءوا بهم يعني للمقر قوات درع ليبيا. حققنا معهم وجدنا وخذينا منهم مجموعة المعلومات، في منهم 20 صومالي وامرأة صومالية يعني 21، وسبعة من السودان. يقولوا انهم ركبوا في سيارة من الخرطوم، سيارة سودانية وسائق سوداني، اخذ منهم عن النفر 200 دولار حتى جاء بهم الى جبل عبد الملك. من جبل عبد الملك في معسكر يسموه معسكر غوانتنامو، قعدوا في المعسكر 10 ايام ليتم التنسيق مع سيارة اللي حسب ما قالوا هم الركاب انها سيارة ليبية طريقتها جماهيرية 24/5/391/397، هذا رقم السيارة جماهيرية كروزر بقيادة شخص يقولون انه اسمر ويرطن ومسلح، شخصين بسلاحهم يعني. فجابتهم السيارة وعزقتهم برا من الكفرة مسافة تقريبا، وجدوهم الشباب يعني 31 كيلو، وجدوهم يعني في حالة مزرية، حالتهم تعبانة يعني. فجابوهم الشباب وجبنا الدكتور كشف عليهم ودخلناهم هنا في المقر السجن، حققنا معهم، داروا حمامات كأكل شراب، الآن في فترة يعني راحة. هذو من الأخوة المقيمين مشرفين عليهم في المسؤولين من هذا السجن، الأخ مسعود الخفيفي، الأخ محمد السوداني، أخونا الحاج محمد السعيطي، أخونا جمال الخفيفي، هم المشرفين على إقامتهم، هم المسؤولين في السجن هنا. فصراحة يعني أكرموهم، وتو تسمع من الأخوة السجنين وتسمع من المهاجرين غير شرعيين. نحن فترة الإقامة جبناهم للسجن هنا لا لشيء، وإنما نبغوا ناخذ منهم بعض المعلومات وبعدين يستريحوا، وهم حالا في فترة الاستراحة يعني، داروا حماماتهم وغسلوا دبشهم وخذوا الأكل والشراب. والحمد لله رب العالمين قسمنا عليهم من قوتنا، نحن مش مستعدين، لكن الطعام اللي ناكله فيه نحن قسمناه نحن وياهم، وكلينا نحن وياهم نفس الطعام الحمد لله رب العالمين. والان بعد يتريحوا حنشيلوهم للمنظمه الهجره غير شرعيه، وهم للسلطه المختصه حنسلموهم لهم. وهذا مجهودات يعني فضل الله سبحانه وتعالى اولا، ثم قوات درع ليبيا اخوتك الثوار هذوما، وهذوم الشباب المقيمين المشرفين عليهم. تفضل تسأل واحد منهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله تم القبض على هؤلاء الهجرة غير شرعية، وأحسننا لهم المعاملة وأعطينا من الأكل، وتم استحمام لهم والنظافة وحسن المعاملة، والحمد لله رب العالمين. يعني نحن الثوار وقوات درع ليبيا تم القبض عليهم، وسيتم ترحيلهم من المنظمة الهجرة غير شرعية بإذن الله، وسيتم السؤال على هؤلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي جيبوا فيه مننا طبعا خارجين عن القانون، احنا ما نمسكوش في حد يعني، لأن خارج عن القانون نحاولوا يعني أن السلطات القانون يأخذ مجراه يعني في الطبيعي يعني. ونحن ما حطوش فيهم هنا، مش خايفين منهم، في نفس الوقت خايفين عليهم في ذات الوقت يعني. وإن شاء الله تقريبا عدد الخارجين عن القانون المجموع ما يقارب 30 نفر ممكن هكي. نسأل الله لا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا المسكين ومالية جابوهم لنا، جبنا الثوار جابوهم مالية خارجين على القانون، ويعاملوا فيهم معاملة حسنة، ومدينا لهم الطعام والوكال وداروا حمامات، وعارفين هم ظروفهم، هو اخوتنا في الاسلام وني، وعارفين ان ظروفهم تعبانه وكذا ولني. لكن الهجره غير شرعيه هذا لها نظام، سلموه ان شاء الله المنظمه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحن ثوار درع ليبيا الحره، ثوار درع ليبيا، فجابوا لنا نحن الناس هذوما الهجره اللا شرعيه، عرفت كيف؟ و
المعاملة حسنة 100%، يعني فوق يعني ما تتصورش. يعني هل بنعرف حاجة، هل هي حاجة منكم أنتم والله تعليمات جايتكم نتعاملوا معاملة حسنة، والله أنتم أصلا تعاملوا في الأصل، والله هذه منا نحن أصلا هذه نعاملوا فيها هيك ديننا ميسرنا الأمور هذه. نحن بيننا وبينهم شرع الله، ما فيش بيننا وبينهم أي حاجة إلا أخوتنا في الإسلام مسلمين كلنا تحت راية التوحيد. الشيء الوحيد اللي بيننا وبينهم اللي هي الهجرة غير شرعية. يعني لو أنه جاب جواز سفر وبتأشيرته وبكرت الصحي ما عندناش أي مشكلة في أي مسلم أو أي عربي أو أي أخ، يعني الحمد لله رب العالمين. وهذا إن شاء الله تفضلوا تسمعوا منهم روح. السلام عليكم. هذه عائلة صومالية من ضمن الناس المهاجرين الهجرة غير شرعية، هم طبعا كلهم مع بعضهم 27 من 28 فيهم امرأة اللي هي جوز أخونا هذا، فالامرأة هذه تحكي لكم شنو صار وكيف جات وشنو المعاملة إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. أمتى جابوكم الثواب؟ اليوم صباح. وين يوقف؟ الصحراء. وين؟ الصحراء صحراء. كم لك يوم في الصحراء؟ 14 أو 15 يوم من السودان إلى الصحراء الليبية. مهربين هذول كم خذوا منكم؟ والله ما دفعنا شيء لأنه ما عندنا حاجة. عذبونا قولوا جيبوا فلوس لكن ما عندنا فلوس. انت ما دفعت شيء؟ الجوز دفع. اي دفع 300 صح؟ نعم. بس ما عندنا حاجه ثانيه. شنو بعد ما جيتوا للمقر اللي فيه نحن تو شنو كانت معنا؟ حرف هو. والله كويسين ما شاء الله، كويسين معانا وانقذونا. كنا تعبانين مشي في رجلنا ممكن 100 كيلو متر، رمونا في 100 كيلو متر مشينا كثير، والحمد لله ساعدونا واعطونا اكل ومويه الحمد لله. هل في حاجه ناقصتكم هنا؟ لا كويسه الحمد لله ما في حاجه ناقص. طبعا المهاجرين غير شرعيين 28 شخص، 28 هذول منهم امراه اللي هي جوز تكون هذا، فالمهاجرين حطيناهم في الغرف كلهم، وهذه لنا عائله اعطيناها غرفه لوحدها وتنقل وتسكر من جوهم. يعني جوهم قاعدين اكلهم شربهم افراشهم وداروا حمامات، هذه ملابسهم غسلوها وان شاء الله ينزلوا في الشمس، وغرفه خاصه بهم لوحدهم لان عائله قدرنا الظرف اعطيناهم غرفه خاصه بهم، ومتى ما يقدروا جوا يسكروا الباب على انفسهم، ونحن لاهل السجن وهم السجنين ما ندخلش عليها من نطرق الباب اولا نستاذن ثم ندخل. تفضل شوف الباب. سعيد محمد حسين. شنو الجنسية؟ صومالي. كم لكم في الصحراء؟ النفر. ها؟ كم لكم يعني بعد دخلتوا ليبيا كم لكم يوم؟ والله 16 يوم. 16 يوم هاي. وهل اللي جابكم هنا يعني واخذ منكم فلوس؟ والله اخذنا فلوس هاي. كم واخذ على النفر؟ والله على النفر 800 دولار. اللي وصلكم من حدود السودان للكفرة ليبيا؟ من حدود السودان إلى السودان إلى هنا 600 دولار. لا جنسيته شنو؟ صومالي. السواق لسوق التيوب. السواق من حدود إلى هنا من حديد إلى هنا اثنين سواق.
اثنين سواق. اي شنو جنسيته؟ شنو واحد تشادي واحد سوداني. هذوما اللي جابوك هنا؟ اي من حدود السودان الى هنا. شنو معاملة الثوار لك؟ والله الناس كويسين، والله قدموا لنا طعام، نحن جوعانين وعطشانين، قدموا لنا الماء والطعام والمسكن والملبس كل شيء ان شاء الله. في حد هانكم ضربكم حاجه؟ في حد ضربك هنا؟ هنا والله ما في واحد يضربني الا بيكمل الا بيسلمني بصلاة الاسلام. بارك الله. اوكي شكرا. هي صومالية بالكامل، كلهم من الصومال وكلهم اخوتنا في الاسلام، فان شاء الله ما فيش بيننا وبينهم الا معامله اسلاميه، اخوتنا في الاسلام، والمسلم للمسلم رحمه، والمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعض بعضا. عندكم مخالفه واحده بس اللي هي الهجره غير شرعيه فقط، الا خطيره اسلام ان شاء الله. صلوا جماعه مع بعضنا، تاكلوا من اكلنا وتشربوا من شرابنا لحين يسلموكم السلطات المختصه اللي هي الهجره غير شرعيه ان شاء الله، وهم اللي هم الامر ان شاء الله يصرفوا بالامر لله وقبل ومن بعد. السلام عليكم. هذا تليفونه بدل شوف. صدام صدام انا ثلاثه قلت وده حمام وقاعد متك وصير. والله مسلمين واحد كلام. بعدين في هنا صحراء مسلم لكن لا مسلم، والله مشكلة كثير. شنو معاملة الثوار هنا؟ ايه الثوار نحن عمل شنو معاملة ده؟ والله مسلم كبير. في هنا حدود، بعدين أكل تمر موية كله حمام، بعدين كويس والله. لكن هنا في جاد ما كويس والله، في هنا مويه صغير، بعدين اكل تاكل صغير، مشكله كثير. هم ما عندهمش اكل اصلا، مشكله حتى انه مشكله والله، هم تعبانين مشكله. كويس مسلم واحد والله، حسن عبد الرحمن. حسن عبد الرحمن نحن ثوار، نحن ثوار دوال، في هنا اسلي نوم كويس والله. حمام درت حمام؟ حمام كويس. صار عمل الدش كويس. مئة 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 كله تمام، كله تمام. تليفون وهنا حر، بعدين كويس. مئة مئة شكرا. شكرا حسن عبد الرحمن. يس قبض عليهم اليوم من الصومال، أخوة صوماليين وأخوتنا في الإسلام مسلمين، ما في بيننا وبينهم أي حاجة إلا الهجرة الشرعية. المعانا معاملة بيننا وبينهم معاملة المسلم أخوه المسلم، ما فيش فرق بيننا وبينهم. يعني تو تعال واحد منكم يتكلم. منين جيتوا ومن جافكم لما قمتوا من منين جايين أنتوا؟ من أول إحنا مشينا من خرطوم السودان. أها. بعدين مشينا بأربع أيام في الصحراء. تمام. بعدين سلمنا في تشادين، سلمنا تشادين إلى المكان، مكان ثاني ممكن كمش للحبس. نحن جايس هنا في ستة أيام، بعدين نحن مشينا هنا إلى كفر اليوم إلى اليوم. باي شنو جنسية الشخص اللي جابكم القريب الكفر اللي حطكم في الصحراء؟ تشادين. يعني هو شنو السيارة بتاعها؟ تشادية ولا سيارة واحد؟ سيارة. شنو الطارقة؟ شنو اللوحة بتاعها؟ شنو لوحة نمبر لوحة؟ لا يعني شنو الجماهيرية؟ جماهيرية. شنو جماهيرية؟ سيارة ليبية يعني. ايوه سيارة ليبية. سواق بتاعها سواق؟ ايوه سواق، مكتوب اللوحة الجماهيرية. حافظ رقم اللوحة؟ ايوه. كم رقم اللوحة؟ 24 ماينس 5 3 9 1 3 7 5. شنو معاملة الثوار؟ 7 9 7 9. شنو معاملة الثوار؟ 9 7. ها؟ شنو معاملة الثوار لك؟ معاملة الثوار؟ ايوه والله العظيم، اكلنا شربنا
وغسل لنا شبابنا وكل التعب نسينا وكل التعب نسينا. ايوه الحمد لله الحمد لله. شكرا شبابي. صور كانوا كويسين، اكلنا وشربنا عصومه كويسه، اي حاجه كويسه يعملون لها عمل كويس، عمل حسنه كده. ما فيش حد اهانكم؟ ما فيش حد ضربكم؟ لا ما حد. السواق اللي جابكم منين؟ ها؟ السواق اللي جابكم من الخرطوم للجبل سوداني؟ سوداني. سيارة سودانية؟ لا. السيارة اللي جابتكم من الجبل للكفرة؟ إلى كفرة جماهيرية. جماهير سواقها منين؟ تماوي. منين؟ تماوي. تباوي؟ إيه. تمام جيدة، النظافة نظيف. هذا هم المهاجرين غير شرعيين، المجموعات اللي شفتها السابقة، طبعا سوماليين وهذوم سوماليين. سوماليين ولا سودان؟ نبي واحد يتكلم مع الكاميرا. تكلم على الثوار وتكلم على أي حاجة، أي حاجة في عبرك تكلم عليها. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سوداني هشام فتح الرحمن من مهاجرين غير الشرعيين. أول شيء نحن كنا في لما تحركنا من الخرطوم جينا ليبيا لعمل، جينا داخلين بالحدود، دخلونا سودانيين وسلمونا للتشادين، التشادين دخلونا في كهف كنا محجوزين 21 يوم. 21 يوم بنشرف بناكل في اليوم يمكن 15 جرام مكرونة وأقل من نص كريستال مويه يوم على الله 3 ساعات. بعد الواحد عشرين يوم انتهت طلعنا من قاموا ودونا الكفرة، قالوا لنا بنوصلكم الكفرة. طلعنا من الكفرة سلمونا سواقين تشادين وصلونا فكونا في الصحراء، ما عرفتونا في الصحراء ما عارفين أي حاجة. ماشيين من الساعة 11 لحد الساعة 9:30. أكثر حاجة يعني الحمد لله أنا حسي دار أتكلم عنها، ما دار أتكلم عن الحاجة اللي لقيناها مثلا عن التعب والتعبنا ولا حاجة، لكن دار أتكلم مثلا من المعاملة اللي لقيناها من السوار. ساعتين نحن باقي لنا يمكن نفارق الحياة، جانا لاندي فيه يعني واحد من السوار دقي. نحن أول مرة لما شفنا اللاندي قلنا يمكن عسكري ولا حاجة، حرس الحدود ولا حاجة، لكن أول ما جانا قال لنا إحنا مسلمين، ما في فرق بين المسلمين والكافرين، البلاد دي بلادكم، عنده دقي كبيرة دي، انتوا اعتبروا هنا نفسكم في البلاد. قبل يسلم علينا نزل جد علينا مويه وبسكويت وجبنه حليب، يعني حاجه انا اكلتها. بعد ذاك فضلنا لفينا ندور في الصحراء لباقي اخواننا ال 28 صومالي، نحن 7 سودانيين 21 صومالي. ف يعني الحمد لله لافي معانا هنا، نحن ما كنا عارفين من السوار. بعد ذاك قال لنا يا شباب نحن كيف، انتم منو؟ قلنا له، قال لنا احنا والله السوار، انتم مسلمين ونحن مسلمين، انت في بلد غير يعني انت في بلد في احتبروا روحكم في بلدكم. باهي السياره اللي جيتوا فيها؟ ايوه. ليبيه ولا تشاديه؟ السياره هي مكتوب فيها الجماهيريه يعني ليبيه. ليبيه، لكن السائق هو تشادي. يعني تشادي يسوق في سياره ليبيه؟ يسوق في سياره ليبيه. قاعد في الصحراء، هو اللي ماسك الهجره الشرعيه. هل أيوة. هو مسلح؟ ايوه مسلح معه كلاشينكوف، يعني كل سيارة يمكن عندهم حكاية بتاعت 4 سيارات، في 3 سيارات بتكون في المعسكر، كل سيارة معها شخص عنده سيارة كلاشينكوف لابسين صاقعة. خذها منكم فلوس؟ أيوة. كم خذها منكم؟ من السودانيين بيشيلوا 1,250,000. يعني من أي سودان؟ يعني مكره ما بتديها أنت. كم بالدولار يعني؟ والله بالدولار ما بتأكد منها كم، لكن 200 دولار يعني. اي من وبعدها من السودان للكفرة؟ من السودان للكفرة بتدفع 800 دولار ولا 800 جنيه سوداني. 800. اي ومن الصوماليين بيشيلوا من السودان بيشيلوا منهم 300 دولار. بعد ذاك بيجيبون الكهف ده بيهددون بالسلاح، يعني
بيضرب عليهم الزخيرة، يا إما تدفعوا $500 يا إما تموت في الكهف. لكن الحمد لله في النهاية كل الناس ربنا أنقذهم بالسوار. أكن جابونا في المعسكر، نحن ذات والله والمرة يعني الناس لما شافت المعسكر وشافت السلاح خافوا، لكن في النهاية الناس كلهم طمنوا الناس، الله أكبر الله أكبر، جابون بالتهليل من الكفرة ليه المكتب بتاع السوار هنا في الكفرة، برضه بالتهليل لين ونجين هنا السجن، سجن نظيف ماكلين شاربين، يهوديك باقي الأكل يهود الأكل مية مية، ما في حاجة ناقصة الحمد لله رب العالمين، معاملة إنسانية منتهى الإنسانية. بارك الله الحمد لله رب العالمين. يا شيخ بخصوص الأكل، نحن عارفين أن المجموعة الآن موجودة في ليبيا عندها نقص في التموين من قلة اهتمام الدولة. صحيح. شو ندارين معها في موضوع الأكل يعني؟ بالنسبة للأكل من الأيام السابقة أول ما جينا كقوات درع ليبيا تحركنا من بنغازي وجينا لفضل النزاع الحاصل في الكفرة، تأمين الكفرة وتأمين وحماية، فجينا بالأكل يعني من جيوبنا يعني نواشف ومعلبات، وبعدها يعني جانا تموين وجانا الخير الحمد لله رب العالمين، لكن بعدد يعني حسب القوة الموجودة أنا وهكي جيش يتعامل يعني. نحن كثوار وكقوات درع ليبيا وجينا طوينا تحت وزارة الدفاع في المرحلة الراهنة، فجانا التمويل من وزارة الدفاع بالعدد على عدد القوة، فيعني لما لقينا المهاجرين غير شرعيين، هم فعلا مهاجرين غير شرعيين ولكن مسلمين أخوتنا في الإسلام، منهم الصومالي ومنهم السوداني. المهاجرين هذوم على حسب التحقيقات حققت معهم وسجلت محاضرهم في هذا الدفتر، أنهم جوا من الخرطوم لعند في جبل يقولوا جبل عبد الملك فيه كهف، حطوهم في الجبل غادي $200 وقعدوا في الجبل يعني منتظرين السواق والسيارة تدخلهم للكفرة، قعدوا 10 أيام. العشر أيام هذين يعني على حسب ما سمعنا منهم وعلى حسب ما سجلت أنت في الوقت الراهن، قعدوا 10 أيام تحت تهديد السلاح، قالوا لهم يا تدفعوا كل واحد $800 يا أما نخلوكم تموتوا في الكهف. فقعدوا في الكهف غادي وقعدوا منتشرين في الصحراء لعند لقوهم أخوتنا الثوار واخو جماعتنا، نحن يعني احدى النقاط التابعه لنا كقوات درع ليبيا اللي هي نقطه 3-3، وجدوهم وتم تحريرهم وجابوهم وقسمنا عليهم من اكلنا وقسمنا عليهم من شرابنا. يعني نحن التموين اللي جينا بعدد لعدد القوه، فقسمنا عليهم الحمد لله رب العالمين، وخذوا حماماتهم دوشوا كلهم وغسلوا دبشهم وكلهم تمويننا والحمد لله رب العالمين، وهم الان مبسوطين بيننا ومعاملتنا معاهم معامله انسانيه معامله اسلاميه لمخوتنا في الاسلام، وهذا حق المسلم على المسلم، هذا اقل شيء نقدر نقدمه لهم. ولكن في الوقت الراهن هم هجره غير شرعيه، نحن ضربوا معامله سيئه مستحيل نديروها لاخونا المسلم، لكن نحتفظوا بهم هنا وياكلوا ويشربوا ويتريحوا، وبعدين كملنا التحقيق معهم هنسلموهم للهجره غير شرعيه. والحمد لله رب العالمين، صلوا شباب جماعه كلهم تموينهم بالكامل واخذين راحتهم الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله ربي ييسر الامور وربي يقدرنا نحفظ الحدود ونحفظ امن الوطن والمواطن في مرضات الله سبحانه وتعالى. ونحن اي شيء يعني السجن هذا فيه الهجره غير شرعيه، في شباب اخرى حتشوفهم وتصورهم يعني شباب 3 شباب معاهم سلاح قاموا وابسطوا مسلح في منطقه يقولوا جنسيه انا بتاع السوادين وفكوا فلوس من الناس يعني سرقة بالإكراه على قوة السلاح، فألقينا القبض عليهم وجبناهم بسلاحهم وقاعدين الآن موقفين عندنا وسلاحهم موجود. في مجموعة ثانية قامت بإطلاق النار على قوات درع ليبيا في سيارة أنترا حمراء فيها 3 أشخاص سكارة معهم كلاشنكوف 3 بنادق، فالحمد لله رب العالمين عندما تنادوا الأخوة على الأجهزة وتم إلقاء القبض عليهم في نفس الليلة، واحد منهم هرب ومسكناه وقاعدين موجودين عندنا كلهم موجودين، ومعاملتنا معهم معامله حسنه على حسب الشريعه الاسلاميه يعني. وهذوم ان شاء الله اليوم هذا ياخذوا راحتهم، لان لو سلناهم المنظمات الهجره غير شرعيه ممكن يبدا فيهم تحقيقات ولا يبدا فيهم ترحيل ولا كذا، فقلنا نحن هم تعبانين من الصحراء والجوع والعطش، اليوم حنخلوهم في ضيافتنا يتريحوا وياكلوا ويشربوا وياخذوا راحتهم، وبعد يتريحوا ان شاء الله ممكن الليله او بكره في الصبح نسلموهم المنظمة الهجرة غير شرعية، وإن شاء الله حتصور الكاميرا بتاعك التسليم بتاعهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير 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 تكبير.